على كل الاحوال عايزين برضو نتكلم مع حضراتكم على تفصيله. الحقيقه كالعاده كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي دايما حريص على مسانده الفريق بشكل واضح وما فيهوش اي مساحه لللبس. طبعا هو بيترأس بعثه النادي الاهلي لجنوب افريقيا وده طبعا استكمالا لدعمه الدائم للفريق. خلونا كمان نتكلم عن دعم السيد وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي ومساندته للفريق. امبارح معالي الوزير اتصل بكابتن محمود الخطيب وكان حريص على الاطمئنان على بعثه النادي الاهلي وعلى التاكيد على الدعم والمسانده للفريق اكيد قبل لقاء العوده مع سان داونز الجنوب افريقي. وبطبيعه الحال تمنى لكل اللاعبين وللجهاز الفني يعني كل الخير لتحقيق نتيجه ايجابيه تضمن للنادي الاهلي التاهل للدور قبل النهائي لدوري رابطه الابطال ان شاء الله. يعني إضافة للنقطة اللي أنت اتكلمت فيها كمان يا كريم، وجه كابتن محمود الخطيب الشكر والتحية لسيادة وزير الشباب والرياضة، ده يعني بناء على اهتمامه وتقديره لفريق الأهلي اللي بيمثل أكيد مصر في دوري الأبطال، وأشار كمان لدوره الإيجابي في دعم لكل الأندية من بينها أكيد النادي الأهلي، وخص رئيس النادي كمان وزير الشباب والرياضة بالتحية على تعاونه وسرعة تلبيته بالموافقة على إنشاء هنا يعني العديد من الشركات الاستثمارية التابعة للأهلي اللي أعلن عنها مجلس الإدارة في اجتماعه الأخير واللي احنا اتكلمنا عنها بشكل يعني مفصل امبارح. شركة الأهلي لكرة القدم، شركة الأهلي للمنشآت الرياضية، شركة الأهلي للخدمات الرياضية. ولكن لو هنتكلم شوية كريم بقى يعني وسريعا برضو عن شركة الأهلي لكرة القدم، انت بتتكلم عن يعني صناعة مختلفة، هي موجودة في بعض يعني دول العالم، ولكن انت بتتكلم هنا في مصر، انت دايما بتاخد السبق، انت دايما النادي الأهلي اللي بيبقى عندك البداية، انت دايما النادي الأهلي اللي بتفكر بفكرة دايما يكون لصالح النادي ولصالح أعضاء النادي ولصالح الكرة في النادي. يعني فكرة هنا إنشاء هذه الشركة انت بتتكلم كمان انها هتبقى فيها أسهم، يعني هتبقى لا يعني إطار مؤسسي مهندم منظم مليون في المية. انت وده هياخدك لان انت بتتكلم عن الرياضه وكره القدم تحديدا هتاخدهم منطقه تانية خالص. صحيح. يعني فهو ده ميزانيه تانية، شغل تاني. يعني ان شاء الله احنا بنامل جدا جدا الفتره اللي جايه يكون في نقله يعني حقيقيه في هذا المجال. وهذا نتكلم برضو ده اقتصاد، يعني طبعا. دي مش فكره طبعا. بس ده يعني استثمار وده وتجاره اقتصاد. واعلان وحدوته كبيره وفكره برضو اختيار الاسماء. يعني معلش هنقعد نعيد ده كتير لان ده كلام مهم، ان انت لما تيجي تنشئ حاجه زي كده وتفكر بهذا الفكره المتطور جدا واللي في غايه الاهميه واللي هيضيف بشكل كبير جدا وهياثر على هذه الصناعه، لما تختار كمان اسامي لها باع كبير جدا. يعني انت جايب مثلا على سبيل المثال لشركه كره القدم ياسين منصور، هذا الرجل اللي يعني اعماله يمكن هي اللي بتتحدث عنه، فكر استثماري رائع، هو كمان اهلاوي جدا وكان عضو مجلس اداره فيما سبق، فعودته للمشهد الرياضي مره ثانيه بتهيألي اضافه كبيره جدا. فيعني حسن الاختيار، ومش بس طبعا المهندس ياسين منصور، يعني كل الاسماء حقيقيه اللي طرحت يعني أعمالها بتتحدث حقيقي صحيح. عنها. فإحنا بنأمل إن شاء الله خير جدا، متأكدين إن هتكون الفترة اللي جاية أفضل بكتير كمان على مستوى بتكلم هنا يعني الاستثمار الرياضي. بتهيألي فترة مش هتبقى طويلة وهتلاقي الكلام الجميل ده كله ابتدى يؤتي ثماره والناس كلها تسعد بده. وكالعادة زي ما أنت كنت بتقولي من شوية إن الأهلي كما هو يعني المعتاد منه دايما هو اللي سباقه، وبعد منه بكتير الباقيين بيمشوا على نفس النهج.